اهلا بيكو. محاضرتنا النهارده ان شاء الله في كورس تريننج اوف ترينرز هتبقى عن موضوع ازاي نعمل الكورس، ليه بنعمل الكورس، ايه المقومات المفروض تكون موجوده في الكورس ده، وبعض النصايح اللي تخلينا ممكن نعمل ديزاين للكورس بشكل احسن. احنا ان شاء الله الكورس بتاعنا زي ما احنا متعودين في كل محاضره بنبتدي بان احنا نفكر بعض باهميه ان احنا ندرس وقد ايه ده ممكن يساعدنا ان احنا نتعلم اكتر. فخليك دايما فاكر ان احسن وسيله للتعلم هي التدريس. الاوبجكتيفز بتاعت المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله هي ببساطه شديده ان احنا هنعرف زي ما قلنا هنعرف ايه هو الكورس وليه بنستخدمه وازاي نعمل كورس بنفسنا. لما نيجي بقى نخش ان شاء الله في الكورس ديفلوبمنت، يبقى اول سؤال هنطرحه ونحاول نشوف اجابته هو ايه الكورس؟ ايه اللي ممكن نسميه كورس؟ وايه اللي يفرقه عن المحاضره او الدرس اللسن او الليكتشر الواحده؟ اولا الكورس هو مجموعه من اللسنز متربطه ببعضها، في بينها وبين بعض علاقه. انا لما باجي ادرس مثلا كورس في انتروداكشن للبيولوجي في المدرسه، لما اجي اتكلم الاول هعرف يعني ايه بيولوجي في درس، وبعدين في درس تاني ابتدي اتكلم عن الخليه، وبعدين اتكلم عن الخليه النباتيه فيرسس الخليه الحيوانيه. يبقى كل محاضره او كل درس من دول له علاقة بالتاني وكلهم بيخدموا حاجة كبيرة اسمها كورس بيولوجي مثلا. فده بيميز الكورس عن اللسن ان هو مجموعة من اللسنز، كل لسن له الاهداف بتاعته وكل لسن له الكونتنت بتاعه. وبالتالي المفروض اللسنز دي مع بعضها، بما انها المفروض بتتكامل مع بعضها، اللسنز دي المفروض ان هي بتخدم هدف واحد، ان انا اعرف الطالب بمبادئ البيولوجي، ان انا اعرف الطالب او المتدرب مثلا ازاي يستخدم مخرطه. كورس ان انا اعلم متدرب انه يستخدم مخرطه، ده كورس مش هينفع اعلمها له في قعده واحده، هحتاج اعمل كذا اكتيفيتي عشان اعلمه كذا حاجه مرتبطه باستخدام المخرطه. برضو بنبص للكورس على انه بيملى جاب. احنا لما كنا بنتكلم على ديزايننج وبريبيرنج فور ليسن قلنا ان المفروض الليسن بيملى فجوه ما بين اللي الطالب عارفه او المتدرب عارفه وما بين اللي انت عايز توصله. الفجوه دي هي اللي بتمثل اللي انت هتقوله في الدرس، ده اللي كنا قلناه ساعه ما اتكلمنا عن preparation of lesson. دلوقتي بقت المساله اكبر شويه، فانت ممكن تبص للكورس على انه lesson بس كبير شويه بيملى جاب اكبر. وبرضو الكورس بيديك فرصة انك تحط تفاصيل اكتر ممكن ما تقدرش تحطها في محاضرة واحدة قصيرة. خلي بالك كتير قوي من المادة العلمية اللي بنتكلم فيها سواء في التدريب او في التعليم ممكن الكورس كله تلمه في محاضرة واحدة بالنقطة الاساسية وتتكلم فيها، بس بالتأكيد لما هتتكلم ساعة او اتنين في موضوع غير لما نفس الموضوع تتكلم فيه 20 ساعة أو 30 ساعة، هتلاقي نفسك بتحط تفاصيل، بتمشي ستيب باي ستيب، بتوصل النقط بشكل أوضح، وبالتالي بتدي فرصة أكبر للتريني أو الستودنت إن هو يتعلم أحسن. وهنا يجي الجانب الثاني او الاخير يمكن في الكورس اللي بيميزه عن اللسن، ان عاده الكورس بنديه على مسافه من الوقت. اللسن باي ديفينيشن بيبقى قاعده واحده، اوكي؟ ممكن القاعده الواحده دي تستمر 3 ساعات 4 ساعات، هيبقى في بريكس بس الى حد كبير هي مره واحده وخلصنا الموضوع من اوله لاخره. بينما الكورس بيبقى ممكن بيتوزع على مدار ايام، سواء الايام دي ورا بعضها او
بعيدة عن بعضها اللي ممكن تغطي أسابيع وشهور حسب حجم الكورس وحسب الكونتكست اللي بنتكلم فيه. أنا لو بتكلم في كورس في مدرسة أو في جامعة أنا بديه على مدار 4 شهور أو 3 شهور حسب طول الترم. لو بتكلم في كورس بروفيشنال بنديه في أسبوع أو 2 أو 3 حسب برضو احتياجات التدريب وهكذا. فالمهم ان الكورس بشكل عام بيتميز عن الاسم بالحكايه دي، بحكايه ان هو بيمتد على فتره زمنيه اقل. يبقى احنا دلوقتي عرفنا هو ايه الكورس، ايه اللي بيميزه عن الاسم. ان شاء الله في الفيديو الجاي بتاعنا هنتكلم على ليه احنا بنستخدم الكورسز في حياتنا بشكل عام، لكن ده برضو مش هيخرجنا من نفس الاطار، كله بيدور في حوالين ايه الكورس وايه اللي بيتعمل ليه وبيدور حوالين ايه. لما نعرف ايه الكورس وايه اللي بيميزه عن اللسن ونعرف ليه احنا بنستخدم الكورسز هنلاقي نفسنا قادرين اكتر على ان احنا نبتدي ندخل بقى في هاو تو ديزاين الكورس. ارجو ان اشوفكم معايا في الفيديو الجاي عشان نكمل كلامنا في الكورس ديفلوبمنت.